هذا مثال. شوف ايش قايل لك بهذا السؤال. Reducing elbow يعني elbow عكس، احنا نقول عليه عكس. Is reducing يعني شلون وكأنما يقلل القطر، احنا نقول يصغر، هيجمه معناه reducing، يقلل يقلل. Is used to deflect، يشتت water flow rate، يشتت المي. At rate مطيك الات ريت هاي 14 كيلو جرام بير سكند. إذن هو مطيك شنو طلاب هسه هنا هاي ال 14 كيلو جرام بير سكند شو تمثل لك هاي؟ هاي الام دوت مطيك هي الام دوت. ان هوريزونتال بايب، هذا الهوريزونتال، شوف هذا الهوريزونتال بايب ربطنا بهذا الالبو، هذا العكس ربطناه. ابورد يعني للاعلى بزاويه 30 درجه، هاي الزاويه مالتي 30 درجه. while accelerating يعني من نعجل، accelerating هو النوزل، هو فقط لل accelerating يعني هو فقط للتعجيل لزيادة السرعة. the elbow discharge water into atmosphere. إذا من خلال هاي المعلومة عرفت شنو أنا طلاب، إنه هذا الالبو يعني دا ينفث المن للضغط الجوي. إذا شو اللي عرفت من هاي هذا المصطلح هسه شنو ما معناه؟ راسا ال بي 2 تساوي صفر راسا. زين الكروس سكشن اريا مطيك اياه بالانلت كان 113 سنتيمتر سكوير، وبالاوتلت 7 سنتيمتر سكوير. بعد قال لك ذا اليفيشن ديفرنس بتوين ذا سنتر اوف ذا اوتلت ان انلت 30، يعني مطيك بين السنتر مال البايب والاوتلت اكو اليفيشن قايل لك مقداره 30 سنتيمتر. The weight of water is negligible، يعني المي وزن الماء هنا اهملنا احنا، وزن الماء وزن الالبو اثنيناتهم ذني اهملناهن اهملناهن من الحسابات. اوجد the gauge pressure at the center of the inlet of the elbow، يعني اريد البريشر في هذه النقطة center of the elbow، center of the inlet of elbow يعني اريد الضغط هنا، يضغط الضغط هنا. بعد ايش رايد؟ The force needed to hold the elbow in place، القوة اللازمة حتى أبقي هذا الالبو في مكانه ما أخليه يتحرك، القوة اللازمة حتى أخلي هذا الالبو في مكانه وما أخليه يتحرك. لحل هذه النوعية من الأسئلة أيضا أنت عندك تأخذ نقطتين، نقطة واحد والمخرج تحسبه هي النقطة رقم اثنين، نقطة رقم اثنين. هسا قد هو ما يكتب لك اياهن بس بالرسم موضح، يعني شلون تعرفن؟ يا استاذ هذه مبينه مدخل، هاي نقطه راح صارت واحد، وهنا شوفوا مطيك الارتفاع مالته، مطيك ما اعرف شنو بالمخرج، هنا هذه اقول اكيد هذه راح تكون هي النقطه رقم اثنين، هاي النقطه رقم اثنين، هاي واحد. اذا حطيت اول شيء نقطتين، اجي استخدم الكونتينيوتي ايكويجن، كونتينيوتي ايكويجن يعني الام دوت 1 تساوي لك الام دوت 1، الام دوت 2. ال V في ال A1، V1 A1 تساوي لك ال V2 في قيمة ال A2. أجي أستخرج من عندها قيمة ال V1 وقيمة ال V2. أنا يعني عندي معلومة قيمة ال M دوت، معلومة اللي هي 14. ال M دوت هو شو يساوي لك؟ هو حاصل ضرب شنو؟ ال V في ال A في الرو، ال V في ال A في قيمة الرو. ال A1 معلومة، إي نعم قايل لك ياب ال A1 ترى 113. والـ A2 يعني لك يا ب 7 سنتيمتر سكوير، اجي اعوض اني 14 الرو كثافته 1000 في 0.0113. يا استاذ شلون هاي؟ هاي عزيزي مو هاي سنتيمتر تربيع، شلون احولها للمتر تربيع؟ شلون تتحول طلاب؟ اضربها في قيد هسه هنا سالب 4، تنتبه 10 سالب 4 مو 10 سالب 2، انت مو طول بعد واحد عندك هسه هنا بعدين سنتيمتر تربيع. زين اجيت عوضت هنا طلعت قيمة ال V1، هنا ال V1 طلعت لي 1.24، وبالثانية عوض مكان ال A عوضها 7، هنا عوضها 7، فبالتالي تطلع لك قيمة ال V2 M دوت نفسها، لأن M دوت هي هنا هي نفسها بالمخرج، طلعت عندي السرعة الثانية ال V2 20 متر بير سكند. شوف هنا المنطق، اكيد هنا الاريا اكبر فالسرعه تكون اقل، اللي هي طلعت 1.2 متر بير سكند، هنا الاريا اقل اكيد راح تكون السرعه اكبر، شوف طلعت عندي 20 متر بير سكند،
هذني انا احكي لك اياهن، لان حتى بالحل بعدين باشر عقبه بالامتحان انت المنطق مرات هو اللي يحكم عندك، من تقول ها هذا اكبر اري اكيد اكبر، مو يطلع لك مرات خطا هو غلطان بالحسابات، يطلع مثلا هنا اقل من هنا، هذا مو صحيح، فانت كنت تنتبه. ارجع بعد للباقي انرجي كويجن بي 1 جاما بلس في 1 سكوير 2 جي زائد زد 1 نفس الحاله هنا، احنا انا مفتوح عندك للهواء الجوي مثل ما قلنا، فبالتالي هذا الجزء صار صفر، البي 2 اوفر جاما صار صفر. زين زد 1 ناخذ نفس هذا المستوى مالته، فبالتالي قيمه الزد 1 راح تكون صفر، الزد 2 راح تكون الارتفاع هذا اللي عندي هنا اللي هي 30 60 بوينت 3، الفي 1 معلومه والفي 2 معلومه، اجي اعوضهم، شنو المجهول بقى فقط عندي؟ فقط قيمه البي 1 اللي راح تكون، طلعت اجي اعوضها طلعت عند قيمه البي 1 202.2 كيلو باسكال، هذا بالنسبه للفرع الاي، فرع اي. هسه اجي الموضوع الثاني الفورس، هاي الفورس شلون احسبها؟ نفس الشيء معادله الزخم مالتي سميشن اف ام دوت في في اوت ماينس في ان. هسه نجي نباوع الفي، هسه خليني احكي بالله على الفيات، الفي اوت يا مركبة لازم اخذ هسه هنا أنا. اول شيء من اشتغل للاكس لازم اخذ دلالة الاكس، الفي للاكس هي الفي 2 شنو طلاب؟ كوساين 30، كوساين 30 حتى يصير بهذا بهذا على نفس المسقط على نفس الاكس اكسس. زين فبالتالي هي الفي 2 كوساين بالنسبة لي في 2 ماينس في 1 او في اوت ماينس في 1، فبالتالي الفي 2 كوساين 30 ماينس قيمة الفي 1 ماينس قيمة الفي 1، هذه بالنسبة للفي. هاي هنا الام دوت معلومة، نعم استاذ هي نفسها، هاي الام دوت عندي ماكو غيرها، هي نفسها ال 14. زين هسه نجي على السميشن اوف اكس، هسه نجي للقوة، هنا شنو عندك قوة طلاب بالمدخل؟ فإذا عندك انت البي في الاي الأولى واللي اتجاهها راح يكون بهذا الاتجاه اتجاه الموجب، اتجاه الموجب، وعندك شنو؟ عندك رياكشن فورس اللي هي المؤثره عندك. زين اتجاهها الرياكشن فورس احنا بدنا ناخذها، انا هنا ماخذها موجبه، شوف بس انا اخذتها هنا موجبه، بس تقدر تاخذها سالبه، بس شوف بالاخير طلعت لي قيمتها، قايل لك يا ترى اشارتها سالبه، اذا اتجاهها راح يكون شلون طلاب؟ مين راح يكون الاتجاه مالتها؟ عكس، راح ياشر على المنطقه السالبه. زين اجي ثاني اخذتها انا هيك فرضتها فرضيه، قلت اف اكس خليني احسبها اقول موجبه، اف اكس زائد البي 1 في قيمه الاي، يا اي هنا طبعا الاي 1، طبعا الاي 1 هنا يساوي لك الام دوت في 2 كوساين ثيتا ماينس بي 1، اجي اعوضهن هسه هنا البي 1 انا استخرجتها قيمتها المعلومه هذه، والاي 1 معلومه، الام دوت معلومه قيمتها، الفي 2 عندي، الكوساين الزاويه عندي، والفي 1 عندي، تطلع بالاخير انا اريد الرياكشن فورس بالنسبه للاكس، بالنسبه للاكس طلعت لي اباوع الاشاره مالتها طلعت لي اياها سالبه، اذا هي اتجاهها منين راح يكون؟ اذا اتجاهها من هذا الاتجاه يأشر على المنطقه السالبه. بالنسبه للواي هلا نشوف بالنسبه للواي هنا أنا. عندي الفي ان عندي بدلاله الواي طلاب، ماكو ما عندي، فقط عندي بدلاله الواي الفي اوت اللي بدلاله الواي هاي اللي هي راح تكون ساين في 2 ساين ساين 30، في 2 ساين 30. زين عندي البريشر فورس باتجاه الواي ايضا ما موجوده عندي، فبالتالي هنا راح تكون قيمه الاف واي تساوي لك الام دوت في 2 ساين 30، بالتالي طلعت القوه بدالة الاف واي قيمتها 140 نيوتن. المشابه للاول تعمدت حتى تشوفون الفرق، هنا أنا هذا ما عندي مفتوح للجو، هنا أنا عندي هذا مغلق وكانما جزء من بايب. ايش قايل لك؟ فور ذا فيرتيكال بنش شون فايند ذا رياكشن فورس اند ذير دايركشن اند ذير دايركشن. هنا ايش قايل لك؟ هذا يعني مغلق، ما دام انت شفت هذا وكانما كروس سكشن هذا الشكل، يعني هذا ممتد، هذا ما مفتوح للهواء الاتموسفير، فبالتالي ما نقدر اخذ هنا الضغط صفر مثل المثال السابق، ما اقدر اخذ
هنا أنا مطيك الدي وان مطيك إياها، الدي تو مطيك إياها، زاوية نفسها 30. أكو إليفيشن نعم قايل لك 0.5. هنا أنا هو مطيك البي وان ومطيك قيمة الفي وان، نفس الطريقة السابقة بالحل طلاب. من الكنتينيوتي إيكواجين في وان أي وان في تو أي تو، الفي وان معلومة عندك، الأي وان معلومة عندك، الأي تو معلومة عندك، تطلع الفي تو، استخرجت قيمة الفي تو. أقدر استخرج استاذ الكيو؟ طبعا تقدر تستخرج الكيو، هي الفي في قيمة الأي، في وان أي وان أو تساوي الفي تو بدالة الفي تو أي تو، تجي تضرب القيم مالتها تعوضها تجي قيمة الكيو، الكيو صارت عندك متر مكعب بير سكن. بعد شنو استاذ؟ أريد أن أدي الضغوط، أنا عندي قيمة البي وان معلومة هنا، أنا أحتاج الضغط في هذه القيمة، أروح أتوجه للإنرجي إكويجن. من خلال الإنرجي إكويجن الزد وان قال صفر، هاي نفس الإليفيشن، الزد تو صارت 0.5، الزد تو قيمتها 0.5، هذه 0.5. البي وان معلومة نعم أستاذ معلومة، الجاما معلومة، الفي وان معلومة أستاذ نعم، الفي تو معلومة نعم، الزد تو معلومة نعم، شنو فوق مجهول؟ فقط قيمة البي تو. أنا نستخرجت قيمة البي 2، هاي من استخرجت البي 1 والبي 2. أستاذ أقدر أستخرج البريشر فورس؟ نعم تقدر تستخرج البريشر فورس، ليش؟ يعني البي هي الفورس هي حاصل ضرب البي في قيمة الأريا، أجي أضربها في الكروس سكشن أريا مالت المقطع مالتي. إذن الأف هاي عوض مكان البي 1 وعوض مكان الأي 1، طلع قيمة الأف 1، وهنا أنا نفس الحالة بالنسبة للتو، الاي 2 والبي 2، بالتالي انا استخرجت شنو؟ استخرجت قيمه البريشر فورس الاف 1 وقيمه الاف 2، قلنا هاي اتجاهها منا وهاي اتجاهها منا، تنتبهون هاي هاي مهمه جدا طلاب، الاتجاهات يقلب لك مرات السؤال. زين هسه اجي على المومنتوم ايكويجن المرحله الثالثه، هسه خلينا نشوف دلاله الاكس، اف اكس ام دوت في اوت ماينس في ان، الام دوت هو ايش مطي؟ قلنا انا في في الاي طلعت كيو، مو تجي تشيل لي اياها وراسا تلزق لي اياها هنا، لا لازم تضرب لي اياها، يا بتقول لي استاذ هاي لازم اضربها في قيمه الرو، ليش؟ يعني هاي متر مكعب بير سكند، اضربها في كيلوغرام على متر مكعب، متر مكعب تنشال ويا متر مكعب تبقى عندك كيلوغرام بير سكند مثل قيمه الام دوت، اذا ضربها في الرو تساوي لك هنا. أنا بالنسبه للفي شوف الفي 2 وين هالفي 2؟ هاي الفي 2 المركبه مالت الاكس 11.2 كوساين 30 ناقص ال V1 هاي داخله اللي هي ايش قد قيمتها؟ بيعطيك اياها هو قايل لك 5، هاي الام دوت. اذا خلينا نشوف هسه الفورس، خلينا نشوف الفورس، الفورس ال F1 اللي قلنا اتجاه على الاتجاه الموجب هذه ناقص شنو؟ هذه المركبه مال الفورس الثانيه اللي هي ياهو هذه، ايش قد يعني؟ ال F2 1.4 كوساين 30 ناقص 1.4 كوساين 30. الRx استاذ يابا هاي الRx انا بالنسبة لي هاي هيك شفتها، يعني تقريبا فرضية هذه من يمك، تريد تحطها موجب هي راح تطلع لك بالاخير سالبة، ماكو ما تفرق عندك. اجيت انا فرضتها قلت والله هاي ما دام بدها تأشر منها خل اقول هيك شيء، يعني خل اقول سالبة، هاي بدها تأشر على الاتجاه السالب ناقص قيمة الRx ماينص قيمة الRx. ها استاذ انا غلطت كتبتها موجب، كتبتها موجب، هي من تريد بعدين تجي تحسبها راح تطلع لك اشارتها ماينص، تدلل لك انه الاشاره على اتجاه السالب. ايش تساوي لك؟ تساوي لك هذه القيمه، هاي معاليب كلهن تحاطي، بالتالي طلع قيمه الار اكس طلعت قيمتها ب 4.4 كيلو نيوتن. نفس الحاله بالنسبه للاف واي، ام دوت في اوت ماينص في ان، هنا أنا نجي ياب المركبه مال الفي ان باتجاه الواي عندنا، لا يابا حطها صفر، هاي صارت صفر. الام دوت نعم معلومه، رو في قيمه الكيو، في الفي اوت، الفي اوت يا مركبه هاي الفي اوت 11.2 مركبه العموديه 11.2 ساين 30 صارت 11.2 ساين 30 ساين 30. خلينا نجي على القوه، عندي مركبه هنا مال البريشر الاول باتجاه الواي، لا شنو عندك فقط؟ فقط عندي هنا مركبه، المركبة مالت الفورس باتجاه الواي اللي تأشر لي وين؟ تأشر لي للأسفل، F2 F2 ساين 30 هذه، أخذتها أنا إشارتها مو ماينص هذه،
الار واي الرياكشن ده يؤشر للاعلى ده يؤشر اتجاهها موجبه اذا ار واي ماينص 1.4 ساين 30 وعوض الباقي كله نفس الشيء طلع قيمه الار واي رياكشن فورس تحت الجذر ار اكس تربيع زائد الار واي تربيع بالتالي بعدين الزاويه استاذ شلون يا بالثيتا تان انفرس ار واي على ار اكس تطلع لك قيمه الاتجاه مال هاي الرياكشن فورس.